الكلام الآن لمعالي السيد بدر البسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، وتمنياته الطيبة لكم وشعوبكم الشقيقة والصديقة بالتقدم والرخاء والازدهار. وأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن شكرنا وتقديرنا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، والشكر موصول لرعاة المؤتمر المضيفين لنا فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الأخ محمد شياع السوداني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية كبيرة لتبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم لتحقيق التعاون الإيجابي المنشود بين الدول ووفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدول بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وللعالم. ونود أن نؤكد على تضامن سلطنة عمان مع جمهورية العراق ودعمنا ومساندتنا للحكومة العراقية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الرخاء وفي الأمن والازدهار، مقدرين كافة الجهود التي تبذل للتوصل إلى أرضية مشتركة إقليمياً ودولياً لتعزيز الشراكات بين الدول وتبني الحوار البناء الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع ويعزز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما نؤكد على دعم سلطنة عمان لكافة الجهود للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغيير المناخي، معربين عن تهانينا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للنجاح الذي حققه مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وتطلعنا للمشاركة الفاعلة في المؤتمر القادم COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والخروج بمزيد من النتائج الإيجابية الداعمة لجهود مكافحة التغيير المناخي والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني والانتقال التدريجي للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث وضعت بلادي استراتيجية وطنية في هذا الشأن بالشراكة مع المجتمع المحلي والدولي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنشأت لجنة وطنية للتغير المناخي تنفذ من خلالها خطط التكيف والتخفيف من آثار التقلبات المناخية والعمل على تحقيق الحياد الصفري الخالي من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050. وفي الختام، يسرني أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأردنية الأصيلة، متمنيا لكم جميعا دوام التوفيق والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.